هو اليوم السيد حسن نصر الله والكادر قيادة حزب الله لم يواجهوا إسرائيل. مواجهة إسرائيل هذا الجزء الظاهر من القضية. الآن حزب الله في لبنان يواجه أمريكا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، كندا. الدول الصناعية السبعة الكبرى في العالم عدا اليابان بكاملها وضعت كل خبراتها. هذا الأسبوع أنا التقطت 6 تصريحات لهؤلاء أن دعم إسرائيل غير مشروط ولا يحتاج نقاش. ولهذا احنا نشوف هذا الكيان في تركيبة يعني الدعم التقني اللي حصل عليه، كل هذا الدعم التقني أمام حزب محاصر من 40 سنة، لكن هذا الحزب الآن باستخدامه بعض الإمكانيات خلال 72 ساعة الماضية ضربت 15 منطقة في إسرائيل لم تضرب سابقا، وبما فيها مصانع ومناطق حيوية، والحرائق تقريبا غطت هذه المناطق. الإمكانيات اللي استخدمها حزب الله الآن حتى توصل للي يستمع القضية، لنفترض أن هناك 5 أجيال من الأسلحة المتطورة لدى حزب الله. زين. الآن هو استخدم الجيل الأول. على حد الآن بالجيل الأول. أحسن. المفاجآت التي ستحصل، وأنا عندي معلومة وليس تحليل يعني. المفاجآت التي تحصل في قادم الأيام في ضرب بعض الأهداف التي لا تستطيع الدفاعات الجوية اعترافها بشكل واسع، قد تعترض 20 أو 30% منها. هناك استعدادات جرت خلال الفترة الماضية من فصائل المقاومة ومن غرف عملياتها توزعت في مناطق عديدة، عندما تطلق تختفي في غضون 10 ثواني فقط. تختفي. يعني ليس هناك جهة تستطيع يعني أن تقوم باستهداف هذه الأماكن، لأنها مصممة أن تبرمج تحت الأرض وتطلق وثم تختفي. لهذا الكيان الآن سيكون في ورطة كبيرة. هذه ليست حماس، رغم أن حماس أدت دورا عظيما وكبيرا، ولكن ظهر المقاومة في لبنان مفتوح.